كيف قضى اليمنيون يومهم الأول في عيد لا يخلو من المتاعب؟ العيد كمناسبة دينية، هل ترمم قيمه الرفيعة بعد ما خلفته الحرب من تمزق لروابط الاجتماعية؟ أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير مشاهدينا الكرام. طلع صبح عيد الأضحى إذن، وذهب الناس أفرادا وجماعات إلى مصلى العيد، وخرج أطفال القرى والمدن بالملابس الملونة، وهناك أطفال لم يخرجوا لأسباب تعلمها أسرهم الصغيرة المتعففة دون غيرها. هي اللحظات العيدية في اليمن التي تتضاعف مشقاتها كلما طال أمد الحرب منذ الانقلاب والاجتياح، لكن كعادة اليمنيين يشتقون الفرحة من قلب المشقات. أوضاع اقتصادية للناس سيئة، غلاء فاحش، ارتفاع سعر الأضاحي بشكل غير مسبوق، وضع أمني غير مستقر، يقابله قيم العيد من تكافل وتراحم وزيارة للإرحام. مفاهيم ومضامين تمتزج بعضها البعض في اليمن فقط. أربع سنوات من الحرب، ماذا سلبت من اليمنيين وماذا أبقت لهم غير صوت الفنان علي الأنسي الذي أصبح هوية لأعياد اليمنيين الذين يحرصون على أن يظل رمزا لبهجة العيد حتى وإن غابت أسباب البهجة. عيد بنكهات البارود ومذاق الحرب، وعيد أيضا لا يخلو من كفاح ومقاومة كل أسباب الموت والفناء التي تحيط باليمنيين وتوقف الحياة من حولهم. رغم الظروف التي تمر بها تعز منذ ما يقارب الأربعة أعوام، والحصار المطبق عليها سواء اقتصاديا أو سياسيا أو إقليميا، إلا أن تعز تعيش الفرحة بكل لحظاتها لتخبر العالم بأجمع أنه مهما توالت علينا المصائب إلا أن نتأقلم عليها، ولا نقول بأن الحرب قد انتهى، ولكن تأقلمنا على الحرب، تأقلمنا على وضعه، واكتسبنا قوة بقدر الحرب التي فرضت علينا. صلاة العيد في المناطق المحررة لها نكهة الحرية التي افتقدها اليمنيون رغم شحة الإمكانات التي حالت دون الاستعداد الكامل لتلبية مطالب العيد، لكنه عيد شاحب، فنزيف الحياة من جسد المواطنين لا يزال مستمرا، ولا تزال الحرب وأسبابها من ضحايا وغياب ونزوح وصراع قاس مع الجوع والأمراض، كل ذلك يأخذ من فرح اليمنيين وأعيادهم. جرى حصارنا في تعز وجرى قصف الميليشيات علينا، قذائف وحصار ودماء وقتلى، ففرحة العيد لدى الأطفال لا تنصف. كل عام وأنتم بخير، هذا العيد نسي نفرح بس في قذائف يمنعونا نحن من. ورغم الفقد الذي خلفته الحرب في أوساط الأسر اليمنية، إلا أنه لا يزال هناك عيد. نسترق لحظات الفرح يعني في جو مليء بالحزن والكآبة، ويعني علامة على أن هذا الشعب يعني لا يستسلم أبدا للأحزان وللأوضاع السيئة، وعلى أن الشمس دائما تشرق يعني بعد الظلام. هذا هو عيد اليمنيين، فهل من سبيل للفرح؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوف الذين سينضمون معي في هذه الحلقة، بداية مع الأستاذة هدى الصراري من عدن. مساء الخير أستاذة هدى. مساء النور، وكل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك علينا وعليكم إن شاء الله، وكل عام وأنت بخير أستاذة هدى. وبداية لو تحدثنا معك عن اللحظات العيدية في عدن، كيف تم قضاؤها؟ طبيعي الأجواء العيدية في عدن هي مثل كل عام، يحاول الناس في مدينة عدن أن تعيش فرحة العيد بالرغم من الظروف القاسية التي يعيشها المواطن اليمني في كل عموم اليمن وفي عدن خاصة. حقيقة عدن هي تحاول أن تكسر هذه الظروف التي يعيشها السكان جراء الحرب التي تدخل عامها الرابع. كذلك تشهد عدن حربا من نوع آخر، حربا اقتصادية، يعيش الناس ظروف معيشية صعبة جدا في ظل انعدام الخدمات الأساسية، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار المتغالة فيه، لكن الناس هنا تحاول أن تعيش وتحاول أن تتأقلم مع هذه الظروف وتحاول أن تعيش فرحة العيد بما يتناسب مع وضعها الاقتصادي وظروفها المعيشية التي تعيشها حاليا.
نعم، لو تحدثنا أستاذة هدى عن يعني تفاصيل العيد في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تحدثت عنها، كسوة العيد التي يعني تسبق أيام العيد، موضوع الأضاحي ولحمة العيد وما إلى ذلك، جعالة العيد، التهاني أيضا، ويعني صلة الأرحام وما تتطلبه أيضا من مصاريف ربما تكون خارج عن إرادة اليمنيين في هذا الوضع، كيف أثرت كل ذلك على أوضاع الناس الآن؟ أولا طبيعي المواطن في عدن يعتمد اعتماد كلي على راتبه في الوظيفة العامة، وبالتالي ارتفاع الأسعار في ظل يعني انخفاض سعر العملة اليمنية مقابل ارتفاع لسعر الدولار والعملات الأخرى أدى إلى غلاء فاحش جدا في الأسعار، غلاء فاحش في ملابس العيد، أيضا أضاحي العيد. لكن العيد بصورة عامة يحاول الإنسان أن يعمل القدر المستطاع بأن يوفر متطلبات العيد له ولأسرته في ظل هذا الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة، وفي ظل انعدام حتى معظم الخدمات التي تحاصر أو الأزمات التي تحاصر مدينة عدن من انعدام المشتقات النفطية، أيضا ارتفاع الأسعار، أحيانا حتى موظف الدولة لحد الآن لم يستلم راتبه، أيضا تأخر المرتبات، كذلك ارتفاع أسعار الملابس، ارتفاع أسعار أضاحي العيد، ارتفاع المواد الغذائية، كل ذلك أحالت دون أن يشعر المواطن في مدينة عدن وفي كل اليمن أيضا من فرحة العيد. ويظل العيد هو باهت مثلما كل عام يأتي في ظل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة. نعم هدى، يعني لو تكرمتي، هناك نعم نعلم أن هناك ارتفاع شديد في الأسعار مقابل ارتفاع سعر الدولار وانخفاض القيمة الشرائية لدى المواطن، يعني مثلا لو تعطيني مثال، لو عندك معلومة عن سعر الأضحية بكم أصبح، سعر الملابس، هل يعني كم الستاندر الذي ممكن أن من خلاله يدفع رب أسرة ليكسو أولاده مكونين من 5 أطفال مثلا أو 4؟ إذا كان متوسط راتب موظف الدولة هنا لا يتجاوز من 50,000 إلى 80,000 وسعر الأضحية يبلغ 100,000 وأغلى، فكيف يستطيع المواطن أن يشتري أضحية العيد لأسرته ولأولاده؟ هذا شيء. الشيء الآخر، ملابس العيد أيضا ارتفعت أسعارها بشكل غير معقول وغير مسبق، متعذرين التجار بارتفاع سعر الدولار وأيضا الظروف الاقتصادية الصعبة، عدم وجود أي موارد تدخل إلى عدن بسبب إغلاق ميناء عدن، أيضا سعر الملابس للأطفال أيضا مبالغ فيها، لا يستطيع الموظف العادي أو المواطن العادي الذي لديه 4 أطفال أو 3 أطفال أن يوفر كل هذه المتطلبات لأسرته التي تتكون بحدود من 6 أفراد إلى 8 أفراد. فطبعا هناك ظروف معيشية صعبة يعيشها المواطن في ظل هذا الغلاء الفاحش، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، انخفاض سعر العملة اليمنية، أيضا الراتب مثل ما هو لا يوجد أي طلوع أو مثلا زيادة في رواتب موظفي الدولة مقابل هذا الغلاء العالي في معظم أسعار المواد الغذائية وأضاحي العيد وملابس العيد وكل متطلبات الحياة التي يواجهها المواطن العادي في مدينة عدن. نعم، إذن يعني كل هذا عزيزتي يعني أثر بشكل سلبي بالتأكيد على المواطن اليمني وهو يعيش بالتأكيد على فرحة نعم. العيد وعلى المواطن بشكل عام. نعم، ولكن أود أن أسألك يعني بطبيعة الحال 3 سنوات ونصف ربما من الحرب وأكثر من 4 سنوات منذ الانقلاب الذي أدى إلى كل ذلك، هل تجدين يعني مع ذلك يعني في كل عيد ربما نحن نتساءل هذا السؤال، أن اليمنيين قادرين على يعني انتزاع الفرحة من قلب كل تلك الصعوبات؟ حدثيني عن مظاهر العيد التي ظهرت صباح اليوم رغم كل ما نتحدث عنه.
طبعا المواطن في اليمن بشكل عام يحاول أن يتأقلم مع ظروف الحرب، نعم، ويحاول أن يعيش هذه الظروف بكل مآسيها، يحاول أن يظل أو يعيش ويعني تظهر عليه فرحة العيد. مظاهر العيد في محافظة عدن هي مثل كل عام، زيارة الأهل، المبادرة بالتهنئة في الصباح، ذبح أضحية العيد، الذهاب إلى صلاة العيد، زيارة الجيران والأهل، أيضا الذهاب إلى المتنفسات الموجودة المتاحة في محافظة عدن، الذهاب مع الأبناء إلى زيارة الأهل وزيارة الجيران وزيارة الخلان في المحافظة، أيضا زيارة إلى حاليا ومن حسن حظنا أنه افتتح عدن مول في محافظة عدن، يذهب الأهالي إلى المول ويتنزهون، أيضا إلى المتنزهات في شواطئ عدن وإلى بقية المتنزهات الموجودة والمتاحة في هذه المحافظة. يحاول الإنسان اليمني بشكل عام أن يظهر فرحة العيد من خلال الذهاب إلى هذه الأماكن العامة والذهاب إلى زيارة الأهل والجيران وأيضا اصطحاب الأطفال في هذه النزهات والمتنزهات العامة. نعم، إذا اسمحي لنا أستاذة هدى أن تنضم معنا أيضا للحديث عن أجواء العيد في كل هذه الظروف. تنضم معنا عبر الهاتف غدير طير الناشطة في المجال المجتمعي. مساء الخير أستاذة غدير. مساء النور أستاذة. أهلا بك وكل عام وأنت بألف خير، وأود أن تحدثين عن أجواء العيد في مدينة الحديدة والتي تعد الآن ربما من أكثر المدن معاناة في الوقت الراهن. طبعا الناس تأقلمون شوية على الوضع في الحديدة، وحاولوا أنهم يستشعروا بمظاهر العيد رغم أن الأوضاع لا تبشر بالخير أبدا، لكن ما زالت فرحة العيد ما بين الأطفال والكبار كمان. نعم، إذا يعني اليوم الأول في الحديدة للعيد، يعني مدينة مزدحمة بالناس، ظروفها سيئة، أجواء حرب أيضا تعيشها بالقرب منها أو في محيطها القريب، يعني كيف قضى اليمنيون في الحديدة هذا العيد؟ والله حاولوا يتأقلموا نوعا ما على الوضع. حاليا من نسبة لمدينة الحديدة نوعا ما الوضع آمن، لا توجد اشتباكات، وإنما في خوف، في خوف نوعا ما. نعم، إذا أيضا حدثينا عن الأوضاع المعيشية، غلاء الأسعار، الملابس، كيف أثر ذلك على أجواء العيد؟ طبعا غلاء الأسعار ما كانش فقط في مدينة الحديدة، بل في المديريات التابعة لمحافظة الحديدة، وكمان أثر النزوح، أغلب السكان نزحوا ثم عادوا إلى منازلهم، فكان من الوضع المعيشي جدا سيء. نعم، نسبة لغلاء الأسعار كمان. إذا هؤلاء النازحين غدير، يعني كيف هي أوضاعهم خاصة يعني وهم نازحون في أكثر من محافظة، في أكثر من مكان، ربما بعضهم لم يجد مأوى حتى الآن، يعني في ظل يعني هذه الأوضاع وفي ظل عدم وجود يعني ميزانية حقيقية تساعدهم على النزوح؟ طبعا أغلب نزح إلى صنعاء، بعضهم إلى عدن، وبعضهم إلى المناطق المحررة في مدينة الحديدة مثل الخوخة والمخا وأماكن قريبة. فنلاحظ أن الأغلب اضطر أنه يجلس بالمدرسة، والبعض ما تحملش المعيشة هذه فرجع أو عاد إلى منزله في الحديدة، وبعضهم تأقلموا على وضع الخيام وما إلى آخر. فبالأمانة الوضع لا يشكى. نعم، إذا هل يعني قامت الحكومة بأي دور تجاه هؤلاء النازحين خصوصا في أيام العيد؟ في دور ممنوع من كلا الحكومتين أو من كلا الجهتين. نعم، ما هو هذا الدور؟ من داخل الحديدة أو
نلاحظ انه بمناسبة المائدة الطرحة وما إلى آخر، فإن الأغلب شارك بالأضحية، توزيع اللحمة على أغلب النازحين أو السكان الحدودة. أما في موضوع المعيشة ما حتقدر يساعد لأنه احنا بوضع حرب أكثر. نعم. إذا شكرا جزيلا لك غدير طيران، ناشطة في المجال المجتمعي، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك هدى. هدى، يعني إذا ما تطرقنا للأوضاع السياسية والأمنية في عدن، كيف أثرت أيضا على يعني برنامج الناس اليومي في العيد؟ هل يعني هناك مظاهر أمنية؟ هل هناك شعور بالأمان حتى استطاع الناس الخروج والدخول في يوم العيد؟ اولا طبيعي الناس في العيد ان تدخل وتخرج وان تذهب الى المتنفسات وان تزور الاهل، لكن هناك حاله من الترقب، حاله من الذعر، حاله من عدم الامان الموجود في بعض الاحيان في محافظه عدن بسبب الاختلالات الامنيه وبسبب انتشار الحوادث والجرائم التي تحدث من ان الى اخر. لكن بطبيعه الحال يحاول الانسان ان يعيش وان يتاقلم، لكن هناك جرح غائر في قلب كل مواطن أزاء ما يحدث في محافظة عدن من جرائم تندلها جبين الإنسانية، آخرها هو اختطاف ومقتل الطفل معتز. أيضا بعض الجرائم التي تحدث هنا وهناك مثل جرائم الاغتيالات والتفجيرات. يظل الوضع الأمني في عدن مخيف بعض الشيء، لكن تحاول الناس أن تتأقلم وأن تكسر حاجز الخوف هذا وأن تعيش فرحة العيد بكل ما أتيت من قوة ومن كسر لهذه الأمور التي تحدث من آن لآخر، وتحاول أن تعيش حياتها وتحاول أن تفرح أبنائها. لكن يظل الوضع في محافظة عدن مثل ما هو، من آن إلى آخر تحدث جرائم وتحدث بعض الاختلالات الأمنية التي يحاول المواطن أن يتجاوزها وأن يعيش حياته بشكل طبيعي. نعم. ومع ذلك يعني خرج الناس لسواحل عدن الجميلة لبعض المولات للتنزه، أليس كذلك؟ طبعا طبعا خرج الناس وتنزهوا وأخذوا أولادهم إلى المتنفسات، والأمر يمشي بشكل طبيعي جدا. نعم، يعني ربما هذا هو الوجه الباسم الوحيد في ظل هذا الظلام الذي يسود اليمن. نعم، إذن كلما طال أمد الحرب أستاذة هدى يعني تضاعفت معاناة اليمنيين، ازدادت حالة الناس سوء، يعني تدهورت حقوق الإنسان بشكل أكبر. يعني هل تجدي أن يعني عيد الأضحى حاول أن يلملم شتات الناس، بعض المناشط المجتمعية، بعض الناشطين الذين يقومون بأدوار إنسانية جيدة تجاه كثير من الإشكالات الحاصلة في البلد؟ طبعا هناك بعض الأدوار التي يقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء في محافظة عدن وفي كل أرجاء اليمن لانتشال الوضع الإنساني القائم في اليمن، ولكن يظل الحال يحتاج إلى الكثير من الاهتمام، يحتاج إلى الكثير من العمل. لا يستطيع النشطاء أو المنظمات الإنسانية تغطية كل احتياجات المواطنين أو احتياجات النازحين أو حتى احتياجات الفقراء المتواجدين في اليمن الذين تضرروا بشكل مباشر في الحرب. كذلك أيضا المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة واضطر المواطنين هناك للنزوح، يعيشون في بعض المناطق في ظروف معيشية صعبة جدا، لا يوجد أي اهتمام من قبل الدولة بشكل كبير بحال النازحين المتواجدين، ولا توجد أيضا مخيمات نازحين تلبي كل احتياجات هؤلاء المواطنين الذين نزحوا من محافظاتهم إلى محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة هربا من ويلات الحرب والدمار التي تحصلوا عليها أو واجهوها في محافظاتهم. يظل الوضع الإنساني أيضا في كل اليمن بشكل سيء جدا، هناك معتقلين ومخفيين خلف القضبان ينتظرون النور وينتظرون الفرج الذي يخرج به إلى العالم الخارجي. هناك أيضا جرحى ومصابين في الحرب ينتظرون عين الاهتمام أن تولى لهم من قبل الدولة ومن قبل المنظمات الإنسانية. أيضا هناك أسر شهداء أيضا يحتاجوا إلى دعم ويحتاجوا إلى اهتمام من قبل الجميع.
أيضا هناك محاربين في الجبهات يدافعوا عن الشرعية ويدافعوا عن اليمن بشكل عام ويدحروا هذا التمرد الذي قامت به ميليشيا الحوثي وأدخلت اليمن في نفق مظلم سوف نعيشه لسنوات عديدة مقبلة وسيعاني منه اليمن واليمنيون إلى مدى بعيد جدا. وها نحن اليوم نشهد السنة الرابعة من الحرب واليمن في ظلام وفي تشتت والمواطن اليمني يعيش أحلك ظروفه المعيشية التي لم يواجهها منذ سنوات عديدة. نعم إذن هدى يعني ربما هذا ليس العيد الأول لليمنيين في ظل الحرب ونتمنى أن يكون الأخير بطبيعة الحال ولكن للأسف الشديد يعني نعم في كل مرة نناقش يعني مستجدات العيد في ظل الحرب لكن للأسف الشديد في كل نقاش نقوم بفتح نجد أن الهوة تتسع أن المأساة تكبر أن أوضاع الناس في سوء أكبر ولا يمكن تجاهل تزداد سوءا نعم ولا يمكن تجاهل هذا الأمر يعني برأيك يعني متى ستنتبه الحكومة على الأقل في المناطق المحررة لأوضاع الناس يعني ربما نحن نتحدث عن أوضاع الناس في أكثر من مناسبة ولكن العيد مناسبة حقيقية لتلمس هذه الأوجاع ولأنها أيضا يعني تظهر سوءة المجتمع الاقتصادي للأسف الشديد حقيقة هناك تقصير وعدم مبالاة من قبل الحكومة قد ربما يكون بشكل مباشر أو غير مباشر أزاء الأوضاع التي نعيشها حاليا ويعيشها المتضررون من الحرب ولكن علينا تسليط الضوء أيضا وجذب اهتمام الحكومة والدولة إلى ما يعانيها المواطن بشكل خاص واليمن بشكل عام أيضا علينا تسليط الضوء على حال النازحين وحال الجرحى وحال ذوي أسر الشهداء لكي تقوم الدولة بالمزيد من الاهتمام بهؤلاء الشريحة الواسعة التي تضررت بظروف الحرب علينا أيضا نحن كناشطي حقوق إنسان وكمنظمات إنسانية وكإعلام أيضا أن نسلط الضوء بشكل مباشر وأن نري الدولة ونري العالم حجم المأساة التي تعيشها اليمن وتعيشها شرائح اليمن التي تضررت جراء هذه الحرب. نعم إذن هدى السراري الناشطة الحقوقية شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. مشاهدينا الكرام نذهب لهذا الكليب القصير والذي يتحدث عن ربما أوضاع الناس ومعاناتهم. أعتقد أنه العيد مش مكتمل يعني فرحته كعيد بسبب أنه الحرب يعني متواصل والناس عايشين في ظل حصار وحرب وقصف ونزيف دم فالعيد فقط يعني يكتفي الناس بأن يعيدوا العيد يعيشوا العيد شكلا فقط بينما مضمونا حالة الوجع والألم بتعز أليمة وكبيرة وتزداد يوم بعد يوم. عيدكم مبارك كل عام أنتم بخير. رغم الحرب رغم الحصار رغم كل شيء الحمد لله عايشين مبسوطين ورغم اللي راحوا ورغم كل شيء رغم الظروف حقنا ورغم الآن والحمد لله عايشين وعيدنا الحمد لله تمام مبسوطين رغم ان احنا مفارقين الاهل مفارقين اباء وامهات مفقودين اشخاص غاليين علينا كثير وللاخوه المرابطين للجبهات من شبابنا المرابط على الثغور وفي الميادين نزف اليهم تحياتنا وامنياتنا وتبريكاتنا هذا العيد عيد الأضحى المبارك نسأل الله تعالى أن يكون عيد نصر وتقدم للأمة العربية والإسلامية وللشعب اليمني. إذن مشاهدينا الكرام ينضم معنا الآن من مأرب عبر الأقمار الاصطناعية أيضا الإعلامي شعيب القديمي. مساء الخير شعيب وكل عام وأنت بخير. مساء النور أستاذة آسيا وعيد مبارك عليكم وكل طاقم قناة بلقيس وعلى الأمة الإسلامية والعربية وأنت بألف خير شعيب ونود أن نتحدث عن العيد في مأرب ربما مأرب هي أكثر المدن تعافي من أوجاع الحرب ولكن لا يخلو الأمر من مآسي يعيشها اليمنيون حدثنا عن العيد في مأرب
أولا أنا أحب أن أقول أنه أنا أول سنة لي أعيد في مأرب بعد أن كنت خارج أرض الوطن. الحمد لله أنا بالنسبة لي العيد هو عيدين، لأنه اجتمعت أسرتي وصلت إلى مأرب قبل أمس، والحمد لله يعني اكتملت الفرحة حقيقة. اليوم كل أبناء اليمن وجدتهم في مأرب، من عمران، من صنعاء، من الحديدة، من ريمة، من صعدة، من تعز، من لحج، من الضالع، من كل أبناء اليمن. مأرب اليوم هي تعتبر الجمهورية اليمنية. حقيقة تفاجأت بالأجواء الجميلة جدا في مأرب، بداية من ليلة العيد اللي هو يوم أمس حتى صباح الأضاحي، ومن ثم صلاة العيد ومن ثم الأضاحي. أيضا العادات الجميلة جدا لأبناء مأرب، وهو السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أيضا رغم أنه أعتبر أنا جديد في مأرب ساكن، لكن تفاجأت بكثافة كبيرة جدا من الجيران والسكان الذين حضروا وتبادلنا السلام، وأيضا الكثير من الهدايا ومن الأضاحي ومن اللحوم. مأرب حقيقة الشيء الجميل فيها أيضا وجود نوعا من الكهرباء، لم تنطفئ، في أمن في مأرب. اليوم المواطن داخل مأرب هو يعتبر في أمن تام، لا توجد أي مشاكل، لا توجد أي اشتباكات، لا توجد، بالعكس اليوم في أي وقت تخرج في أي ساعة في مأرب تلاحظ الإنارة في الشوارع، المحلات مفتوحة، التجارة شغالة، المطاعم. مأرب أصبحت دولة داخل دولة منهارة. نعم، جميل شعيب. يعني ربما هذه شهادة أحد، يعني ربما ليس من قاطني مأرب، حتى يعني لا يقال أن هناك مزايدات لأجل مأرب أو غير ذلك. يعني أنت قادم من خارج مأرب ووجدت كل هذه التفاصيل الجميلة، وربما هناك لفتات لطيفة تذكرتها، يعني مجرد أن الناس ما زالوا متمسكين بعادات العيد القديمة، السلام وتبادل التهاني، وأيضا عدم انطفاء الكهرباء، هذا شيء يعني تحمد مأرب عليه. يعني كل هذه التفاصيل شعيب وجدتها في مأرب. يعني لو تحدثنا عن، لا يخلو الأمر أيضا من جانب سلبي وهو أوضاع الناس، هل وجدت ما يلفت انتباهك من تفاصيل لتعب الناس، أوضاعهم السيئة؟ أيضا يعني أنت تحدثت عن كثافة سكانية كبيرة وذلك بسبب النازحين، ما هو وضع هؤلاء النازحين؟ أولا حقيقة في مأرب هناك نوعا ما من غلاء كبير في الأسعار. السبب يعود كما قلت يا أخت آسيا إلى الكثافة الكبيرة من السكان. مأرب اليوم تحتضن أكثر من 2.5 مليون يمني، بعد أن كان يقطنها فقط 500,000 نسمة. لكن هذا ليس عذر وليس مبرر لارتفاع الكثير من السلع، أيضا حتى الغذائية. حقيقة أنا تفاجأت أنه بعض المطاعم والبوفيات والبقالات، هذه الأشياء أساسية، أنها اليوم تبيع بأسعار غير اللي كانت تبيع بالأمس. أوضاع الناس في مأرب حقيقة أقدر أقول بأنه لا بأس، كأبناء مأرب وأيضا كالذين جاءوا من خارج مأرب، لأنه في رواتب صرفت للجيش قبل العيد، في إكرامية أيضا. للعلم والذكر بأنه أكثر الساكنين في مأرب سواء من النازحين أو من خارج المحافظة هم أفراد في الجيش الوطني أو في جبهات القتال، وأيضا هم من النازحين الذين صرفت لهم رواتب. هناك نازحين وبحالات سيئة وظروف سيئة وموجودين في الخيام وزرناهم، لكن حقيقة الشيء الجميل وأود أن أقوله أن شهادة وجدتها ولاحظتها، أنه الكثير من التجار والكثير من فاعلين الخير والمنظمات والحقوقيين وأيضا مشائخ وقبائل، سيارات على ما هي محملة بمواد الغذاء ومحملة بمواد العيد وبكسوة العيد وأيضا بالفلوس، وذهبوا إلى الخيام وقاموا بتوزيعها، لدرجة أنه أنا استغربت أنه هناك بعض الخيام تتفاجأ بأنها أفضل من بعض الغرف الموجودة أو في الشقق. في نوعا ما في تراحم حقيقة. جميل.
في تراحم الحديث اليمني الإيماني يمان والحكمة يمانية، واليمنيين أرق قلوبا وألين أفئدة، وجدتها موجودة في مأرب، وجدتها موجودة تجاه النازحين. اليوم الكل يعامل في مأرب سواسية، أيا كان، أيا من أي محافظة، من أي قبيلة، من أي بيت. اليوم في مأرب لا شيء فوق القانون والدستور. الزي العسكري اليوم في مأرب يحترم. المشائخ الذين كانوا يحملون السلاح يصل إلى النقاط الأمنية، وروتيني الأشياء الروتينية والأساسية دائما تكون محل احترام. وهذه اللي تفاجأت بها، أنا نزلت مأرب قبل الحرب بفترة وقبل انقلاب ميليشيات الحوثي الإيرانية على السلطة، ولكن وجدت نوعا من الفوضى. لا، الآن مأرب غير. حقيقة أنا خلال السنوات التي قضيتها في الغربة لم تفاجأت عندما وجدت أنه مأرب أصبحت نموذج للدولة اليمنية التي نحلم بها. هناك نوعا ما من تقصير السلطات المحلية في بعض الخدمات، وأقدر أن أقولها. الكثافة السكانية الكبيرة في مأرب، لكن لا يوجد الكثير من الحدائق والمنتزهات. أتمنى من السلطة المحلية أن تركز، يمكن يوجد حديقة أو ثنتين وصغيرة، ولا يوجد حولها بعض الخدمات والمرافق. أتمنى نعم من السلطة يعني ربما مأرب عاشت إقصاء كبير من قبل النظام السابق، وملحوظ أيضا يعني حتى أنت تتحدث عن 500,000 نسمة سابقا، الآن العدد أكبر. نتمنى يعني خاصة أن المنطقة التي في مأرب هي محررة أن تنتبه لها السلطة المحلية كما قلت في تقديم الخدمات، خاصة مع تزايد السكان. شعيب، يعني أنت قصة ربما إنسانية بلقائك مع أسرتك بعد فراق يعني طويل. أود أن تحدثنا عن تفاصيل هذه اللحظة، ولكن اسمح لي أن تنضم معنا الدكتورة إسمهان علي الناشطة الحقوقية من تعز. مساء الخير دكتورة إسمهان. مساء النور والعافية. أهلا بك دكتورة إسمهان، كل عام وأنت بخير أولا. ويعني تعز هناك يعني رغم الحرب، خصوصية مدينة تعز في وضعها الأمني السيء للأسف، أود أن تحدثينا عن مباهج العيد التي لا يتخلى عنها اليمنيون في أي ظرف. أولا عيدكم مبارك كل سنة وأنتم طيبين جميعا. وأنتم طيبة وسلامة. الحقيقة العيد لابد، الفرحة هي في العيد فرحة بطبيعة الحال، لكن ما يكدر فرحتنا في تعز هو عدم استكمال تحرير المحافظة. كما تعلمون ما زالت المحافظة تتلقى ضربات وهجمات من الحوثيين الذين يحاصرون المدينة. أيضا الوضع الأمني في المدينة متدهور للغاية. نعم. فهذا أيضا الأسعار وارتفاع الأسعار الديوني، غياب الرواتب طبعا صحيح أنها الآن أفضل من السنة السابقة، بحيث أنها الآن متقطعة لكن على فترات متباعدة، ورغم ذلك لا نستطيع أن نواجه هذا الغلاء بهذه الرواتب الضئيلة. أيضا بعض الأشخاص بعض أفراد الأمن أيضا لم يستلموا رواتبهم نتيجة وجود لجان أو لجان فارس مثل بعض الجرحى وأسر الشهداء. الحقيقة ما يعكر فرحة العيد هو هذا الغلاء الجنوني وارتفاع الأسعار، حيث أنه معظم الناس لم يشتروا لحم العيد أو ذبيحة العيد نتيجة ارتفاع أسعارها بالأمانة بشكل يعني مخيف جدا. نعم، تقريبا كم وصلت سعر الأضحية دكتورة إسمهان؟ يعني هناك مبالغ يعني أرقام مرعبة نستمع إليها. فعلا والله، يعني ممكن ب 60,000 ريال يمني تحصلي حاجة مثلا تكون هزيلة، يكون مثلا هذا الثدي يكون هزيل ومش نافع أصلا. تقريبا مثلا 60,000، أكثر من ذلك ممكن تجد 100,000 120، لكن يعني فعلا يعني تدوي تنفع يعني في عيد الأضحى، أضحية تنفع يعني. الحقيقة ما أكثر خطونا أيضا أنه ما تمر به المحافظة من أوضاع أمنية متدهورة، و
غير أننا اليوم اجتهدنا جدا عند عودة قلعة القاهرة، سلمت اليوم للدولة وافتتحت رسميا. لو تشاهدون في الصور التي شاركها العديد من الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي، أفواج من أبناء تعز ذهبوا لقلعة القاهرة لزيارتها والتنزه، ذلك أنه لم يعد لدينا أي تنفس، خاصة بعد الحصار كانت كل حدائقنا في منطقة الحوضان الذي محاصرة من قبل ميليشيات الحوثي. ففرحنا اليوم، كانت فرحتنا جديدة للأمانة، يعني ما خفف علينا وطأة الألم اللي احنا نعيش فيه، إنه قلعة القاهرة عادت إلينا يعني كزوار وكمتنزهين وكناس مدنيين. أضف على الجانب الآخر والجانب الأسوأ أن هناك قنصل بعض الأشخاص اليوم سقطوا في منطقة كلابة، جرحوا اثنين من ساكنين منطقة كلابة. للأسف يعني عيدنا لا يكتمل، وعيدنا لن يكون عيد إلا بتحرير المدينة واحتفال هذه الأشياء من مدينة تعز. نعم، يعني تحدثت دكتورة عن كثير من النقاط، ولكن دعني أتوقف معك في مسألة الوضع الأمني. يعني بالتأكيد حد من خروج الناس، هناك قلق شديد يعيشه المواطن، وهناك حادثة يعني جرح يعني مواطنين في يوم العيد. يعني كيف تجدين جهود السلطة المحلية في محاولة السيطرة على الوضع على الأقل في يوم أو أيام العيد، حتى يستطيع الناس أن يشعروا بفرحة العيد بقليل من الأمان الجزئي؟ الحقيقة الأجهزة الأمنية في تعز لا تألو جهدا في الحفاظ على الأمن داخل المنطقة المحررة داخل المدينة، ولكن يا أختي تظل الانفلات الأمني وانتشار السلاح وعدم الوعي بحمل السلاح يظل هو الواجهة الأصعب. أيضا الأمن لم يعد خطأ أن يواجه كثيرين من حاملي السلاح وكثيرين من الأطباء المنتشرين وسط المدينة، بعضهم يمكن ينتسبون إلى الجيش وبعضهم لا ينتسبون إلى مجرد عصابات منتشرة في المدينة. فهنا تثبيت الأمن للأمانة هي معضلة قوية جدا. أيضا الإمكانيات، مهما أعطيت إمكانيات تظل ضعيفة أمام جحافل من عصابات منتشرة في المدينة، كما قلت تحد من حركة الناس بل تكلفهم وتعيقهم. أضيف إلى أنه أيضا ما زالت المدينة مستهدفة، ما زالت القذائف تتساقط على المدينة من ميليشيات الحوثي. فمدينة تعز كما قلت لك أنه الفرحة أحس أنه ليست كما كنا قبل هذه الحرب. يعني فرحة الناس قصت كثير، الناس تحس بالبؤس في وجوه كثيرين للأمانة. أيضا ارتفاع الأسعار الجنوني، يعني تخيل أن معظم الناس ما ذبحوش العيد. نعم، إذا دكتورة يعني أود أن أسألك أيضا، ما مدى وجود نشاط للمنظمات الإنسانية في العيد، يعني على الأقل لتغطية نسبة جزئية من معاناة المواطنين في ظل انقطاع الراتب والأوضاع السيئة؟ والله في المنظمات بعضها ما تقصر في الأمانة، يعني في أعمال في منظمات إنه تعطي ذبيحة العيد أو، بس حاجة الناس أصبحت أكبر. قلت لك اليوم حتى المتوسطية الدخل أصبح ما فيش حاجة اسمها متوسطية الدخل، الناس أصبحوا كلهم تحت خط الفقر، ما فيش متوسط الدخل. فحتى الجمعيات يعني كم بتغطي يعني. فالمسألة فعلا صعبة، وكان يجب إنه الأمانة المنظمات الكبيرة تنتبه لهذا الوضع جدا، يعني انه الناس ضمان في تعز لم يضحوا في هذا العيد بذبيحه. نعم، اذا شكرا جزيلا لك دكتوره اسمهان علي الناشطه الحقوقيه، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود اليك شعيب، انت مغترب منذ سنوات خارج البلاد، كيف قررت لقاء اسرتك ولما اخترت مأرب بالذات للقائها؟ طبعا أنا كنت في خارج الوطن، لست مغترب ولكن كنازح، حال كثير من أبناء الشعب اليمني الذين فرضت عليهم ميليشيات الحوثي النزوح، وأيضا احتلت منازلهم وحرمتهم من لقاء أسرهم لسنوات. اللحظة التي التقيت فيها أسرتي
طبعا تتمناها الكثير من الأسر اليمنية التي تنتظر أبنائها. أنا لا أتحدث عن النازحين خارج الوطن الذين في أمان، ولكن الذين داخل المعتقلات لدى ميليشيات الحوثي. كانت لحظة عاطفية بشكل كبير جدا، اختلط فيها دموع الفرحة وأيضا فيها نوع من الزغاريط، لأنه التقيت بزوجتي التي لي منها أكثر من 4 سنوات. لماذا اخترت مأرب؟ لأنه سبق وأن قلت بأنه مأرب هي المحافظة الآمنة الوحيدة حقيقة في الجمهورية اليمنية، والتي تشعر فيها أو أنت يمني من أي محافظة، من الشمال، من الجنوب، من المناطق الوسطى، من تهامة، لا تشعر بأن هناك فرق بينك وبين أي مواطن داخل مأرب. أنا قد كنت أريد أن أذهب إلى عدن، لكن حقيقة في نوعا ما الكل يعرف بأنه في عدن في نوعا ما من العنصرية التي تمارسها ميليشيات المجلس الانتقالي وميليشيات الحزام الأمني، اللي بفرض سلطه غير سلطه شرعيه داخل عدن. لكن في مأرب لا شيء فوق القانون، كل ابناء اليمن سواسيه. مأرب هي المحافظه التي تحتضن اليوم الالاف من الثوار، من شباب فبراير، من الناشطين، من الاعلاميين، من السياسيين، من النازحين، من الاحرار، من الذين كانوا هم الصوت الاول وقالوا ميليشيات الحوثي لا للانقلاب. وجدت الكثير وتفاجات باني وجدت الكثير من رفقاء ثوره فبراير اليوم هنا جنود في فرضه نيم، وايضا في معسكر المقناص وجدت منهم الكثير يحمل السلاح، وهم الرصاصة الأولى في صدر الانقلاب. وهذه شهادة لثورة فبراير وشباب ثورة فبراير بأنهم لا زالوا مؤمنين بهدف فبراير، وما حصل من انقلاب هو لهدم أهداف فبراير. نعم. ولكن اليوم شباب فبراير وأنا أحدهم، وأفتخر في الصفوف الأولى وجدتهم للدفاع عن الشرعية التي هي انقلب عليها الحوثي لأنه لا يريد لأهداف فبراير أن تحقق. أريد أن أقول كلمة. نعم تفضل. بأنه اليوم في كل بيت في اليمن هناك حزن، إما مقعد لشهيد أو لجريح خارج البلاد يتعالج، أو لنازح، أو لمعتقل خلف القضبان. هناك حزن في كل بيت يمني ولا نستطيع أن ننكره، ولكن نحن اليمنيين حقيقة عظماء، استطعنا أن نحاول أن نصنع لنا فرحة، فما بالك إذا كان هذا العيد هو يوم من أيام الله عز وجل، وهو خير الأيام عند الله هي هذه الأيام، أيام العشر التي ختمها الله عز وجل بعيد للمسلمين، فنحن حاول أن نصنع لنا فرحة. حقيقة أنا سعيد جدا بأني موجود في الوطن، وأيضا أسعد بأن أسرتي بجانبي. أيضا أود أن أسألك عند هذه النقطة شعيب، يعني مشاهدوني الآن يمكن خلف خفافة. نعم شعيب، يعني إذا تكرمت، يعني أود أن أسألك ما مدى الصعوبات التي واجهت أسرتك حتى استطاعت الوصول إليك؟ هل هناك صعوبات أم أن الأمور ميسرة للمواطنين؟ طبعا القصة هذه طويلة. تخيلي أنه تحركت أسرتي تحديدا من بعد صلاة الفجر قبل 3 أيام، من بعد صلاة الفجر. طبعا كانت كلها نساء مع الأطفال، ليست أسرتي فقط، أيضا أسرة من أقاربنا كانوا كلهم في باص. تحركوا من بعد صلاة الفجر، وصلوا مأرب الساعة 10 ليل، بسبب بأنه اتجهوا إلى طريق سيئون رداع البيضاء، لأنه عندما تسألهم ميليشيات الحوثي النقاط اللي تسيطر عليها، يكون ردهم بأنه لدينا أقارب في سيئون في حضرموت نريد أن نزورهم. لأنه إذا قال لهم في مأرب لا يمكن لهم أن يدخلوا أو يعبروا. تخيلي بأنه أكثر من 16 ساعة من صنعاء إلى مأرب، بالإضافة إلى أنه نقطة رداع، وهذه النقطة الكل من أبناء اليمن الذين يذهب من مأرب إلى صنعاء أو من صنعاء إلى مأرب يعرف بأنه هذه النقطة نقطة رداع، والتي يسيطر عليها أبو هاشم، تستغل الناس سواء كانت أسرة سواء، يعني لا يفرقون. ويعني تخيلي أنه من أخلاقنا كيمنيين بأنه هذه أسرة ونساء، الأصل أنه تفضل. فهؤلاء قطعوا عليهم، احتجزوهم طبعا في هذه النقطة، ويسمى بنقطة أبو هاشم، وأخذوا منهم مبلغ من المال، يعني صرفوا على أكثر من 3 نقاط حوثية
مبالغ من الأموال حتى أنهم عبروا رغم أنهم عبارة عن نساء فقط والأطفال صغار، وكانوا يقول لهم بأننا سنذهب إلى أهلنا في سيئون وحضرموت، أما إذا قال لهم في مأرب فلا يمكن أن يلتقوا. عموما اللحظة اللي التقى فيها أسرتي أنا بالنسبة لي كانت معجزة وعظيمة جدا، أحمد الله عز وجل عليها. نعم، إذن الحمد لله على سلامتهم وأن التقيت بهم. شعيب أصل إليك وإياك يعني لختام هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك شعيب القديمي الإعلامي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.